السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students of first year secondary. Here is Miss Iman Daaz greeting you and promising you to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وإن شاء الله بنوعدكم إن إحنا على طول هنقول لكم سر التفوق. إن شاء الله دي أول حلقة في منهج السنة الجديدة 2020-2021، وإن شاء الله النهاردة هنحاول ناخد overview على المنهج، هنشوف المنهج كده بالظبط ماشي معانا إزاي، وبنهنيكم طبعا بالنجاح في الاعداديه واهلا بيكم في اولى ثانوي. بس هنخلي بالنا انه السكندري ستيج شويه ديفرنت فروم دي بريب ستيج، طبعا اكيد مختلف كمرحله الاعدادي عن الثانوي. مش هنقول انه اصعب، لكن something new، لازم بعد كده نلاقي فيه سكيلز مختلفه، مهارات مختلفه، اكسبيرينس مختلفه، وخبرات مختلفه. بالنسبة للإنجليش إن شاء الله we are going to deal with it as a language. هنفكرك من أول حلقة إن إحنا هنعامل الإنجليش كلانجوج، مش كسبجكت عادي كده، مش كمادة عادية، هي في الآخر language of communication. أصلا إحنا بندرس أي لغة to communicate with it، يعني عشان نتواصل بيها مع الناس، يعني لازم تتعلم how to speak it، how to use it، how to understand and get people understand you، وازاي تفهم الناس وتخلي الناس تفهمك. زي ما بنقول في الانجليش احنا مش زي العربي كده بندي كل كلمه كده حقها في نطق، لا احنا بنحاول ننطق as fast as we can، وفي نفس الوقت we try to practice، وبنحاول to practice اللغه as much as we can. بالنسبه لمنهج الانجليش هنلاقي فيه تقريبا هي the same topics، تقريبا نفس الموضوعات اللي مرت علينا قبل كده، لكن الجديد بنلاقيه شويه in another different او in another vision، بوجهه نظر مختلفه، بشكل ممكن يكون more او wider، اوسع شويه. وكمان الاسئله بنلاقيها تقريبا نفس الاسئله، لكن زي ما احنا بنقول كده بنميل شويه في السكندري ستيج للcritical thinking، للتفكير النقدي. بالنسبة لنوعية الأسئلة ما تقلقش خالص، هنكون متدربين عليها all around the year على مدار السنة كلها، فدي آخر حاجة نفكر فيها. لكن زي ما بنقول كده إنه أهم حاجة عندنا to know that it's a language. يعني إيه؟ يعني هنمشي مع اليونتس واحدة واحدة، في بيكون عندي دروس reading ودروس listening ودروس طبعا اللي هي فيها جزء من الستوري، جزء من الستوري طبعا مقرر عليكم زي ما احنا متعودين في البريب ستيج. فالمفروض ان انا عشان اعمل critical thinking لازم يبقى عندي knowledge، ويبقى عندي vocabulary، ويبقى عندي information about the subject. زي ما حد يجي بالظبط كده يقول لك انصحني اعمل ايه في موقف الفلاني، فيجي يقول لك طب هو ايه اللي حصل؟ اوكي، فلازم يقول لك ايه اللي حصل in detail، وتاخد الاول information وبعد كده تبدا انت تفكر بشكل مختلف to give an advice. هو بالظبط كده الكريتيكال ثينكينج. ما ينفعش اعمل كريتيكال ثينكينج تفكير نقدي من غير ما يكون عندي اصلا باك جراوند او خلفيه او معلومات عن الموضوع، فده بالظبط اللي احنا هنعمله. خلينا الاول نشوف كده البي دي اف. طبعا احنا كلنا معانا التابلتس ان شاء الله هنكون استلمناها، كلنا معانا التابلتس وكل السبجكتس المواد بتاعتنا هتكون موجوده طبعا اللي هي سوفت كوبي بي دي اف او غيره موجوده على التابلت، بلس بقى ماني ماني سورسز كمان بجانب العديد من طبعا الايه المصادر بتاعتنا للمعلومه، لكن نمبر 1 خالص عندنا اللي هو البي دي اف اوف ذا بوك. خلينا كده نمشي معاه ونشوف ايه اللي موجود ان اور بوك ذس يير قبل ما نبدا في اي يونت. فلو بصينا كده على البي دي اف هنلاقي طبعا نيو هالو الكورس بتاعنا، اسم الكورس year 1 term 1. اوكي، ستودنت بوك اند ورك بوك، زي ما احنا عارفين انه هو سنجل بوك سيت، هو كتاب واحد وموجود فيه الستودنت بوك اند ورك بوك مع بعض، في انكلودد مع بعض في نفس الايه الكتاب، غير ما كنا متعودين قبل كده كان بيبقى الستودنت بوك لوحده والورك بوك بتاع لوحده، فكان بيبقى شويه لود اون يو، لكن هما الاثنين مع بعض في سنجل بوك سيت. اول حاجه عندنا بيبقى عندي الكونتنتس اللي هو سكوب اند سيكونس، ايه اللي موجود اصلا في الكتاب بتاعي. فهنلاحظ ان الكتاب متقسم الى 3 موديولز، موديول 1 موديول 2 وموديول اوكي وبعد كده ريفيجنز. اوكي، يبقى 2 موديول، كل موديول فيه 3 يونتس، كل موديول بيكون فيه 3 يونت اوكي وريفيجن. الكل يونت زي ما احنا شايفين اهي موجودة عندنا نمبر 1 يونت 1 getting away اللي هي السفر، وانكلودد فيها على طول chapter 1 من ستوري عندنا مقررة علينا اللي هي treasure island. ولو بصيت على اليوتيوب هتلاقي فيها animation ليها، وفي
كومبليت او فول موفي فيلم بالكامل ليها، وفي حاجات موجوده شرحها فيها برضو. اوكي، فبتبقى فيري هيلبفول، يعني مفيده جدا انك تشوف طبعا الموفي وتسمع الايه البيرسونز وهم they are talking. يبقى هنا عندي ادي يونت 1 ومعاها شابتر 1 في نفس الايه المكان. بعد كده عندي يونت 2 اللي هي supporting community اللي هي دعم المجتمع، ودي برضو هنتكلم فيها عن very nice characters، عن شخصيات famous مشهورة ومحبوبة بالنسبة لكم جدا. وجيتنج اواي برضو هنتكلم فيها النهارده، بس ان شاء الله على قد ما نقدر هيكون هنتكلم فيها عن توريزم. طول عمرنا بنتكلم عن توريزم وعارفينها اللي هي السياحه، بس جيتنج اواي هنتكلم فيها عن سبيشال كايند اوف توريزم، نوع مخصوص من الايه من التوريزم مش مشهور لكل الناس، وده فيه برضو تفكير نقدي كبير وفي معلومات كبيره. بعد كده سبورتنج كوميونيتي زي ما قلنا هنتكلم فيها عن فيمس كاركترز، شخصيات مشهوره في مجتمعنا زي محمد صلاح وناس تانية، ان هم يور رول موديل، هم مثلكم الاعلى يعني موجودين دلوقتي. برضو مع يونت 2 هلاقي الجزء الثاني من الستوري اللي هو تشابتر 2 Improving Lives اللي هي تطوير الحياة أو تحسين الحياة، ودي موجود معاها برضو تشابتر 3. بعد كل 3 units اللي هي بعد كل مديول، بعد كل موديول هنلاقي عندي في revision شاملة موجود فيها different kinds of questions، جميع أنواع الأسئلة اللي ممكن تكون هتيجي في الامتحان أو ممكن تكون هتعمل practice بيها، تطبيق أو application على كل اللي أخدته around the three units، على كل ال three units وكمان الستوري. فطبعا دي حاجة احنا كنا بنطالب بيها على طول، ان احنا عايزين يا جماعة application على اللي هم الطلبة بياخدوه، ما كانش بيبقى متوفر قوي أو بيبقى كان موجود بس something far away from the exams او from الاسئله اللي هم ممكن يقابلوها في الامتحان. لكن منهجكم السنه دي لا، في applications ظريفه جدا وفي اسئله كتيره من اللي ممكن تكون موجوده في الاكزام بيبر. طبعا زي ما قلنا ما نقلقش خالص على الاكزام، احنا around the year هندرب على كل انواع الاسئله، واي حاجه جديده هتطبق هنكون معاكم على طول ان شاء الله في سر التفوق. بعد كده الجزء الثاني من المنهج اللي هو موديول 2، اوكي، اللي هو بيتكلم عن الكوميونيكيشن اللي هو الاتصالات، وده طبعا موضوع ابديتد جدا، مهم جدا وحديث. اول حاجه فيه اللي هي يونت 4 بنتكلم عن ميكينج نيو فريندز، ازاي اكون صداقات جديده، وطبعا دي بتكلم برضو عنها بديفرنت فيجن، برؤيه مختلفه، اللي هي بقى ميكينج نيو فريندز مش بقى في الريل لايف زي ما احنا متعودين، لا في الحياه بتاعتكم دلوقتي اللي هي اونلاين والسوشيال نتورك نتوركينج سايتس اللي هي التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي. فدي برضو هنتكلم عن ميكينج نيو فريندز. مع يونت 4 عندنا جزء تاني من الستوري تريجر ايلاند اللي هي تشابتر 4. بعد كده يونت 5 هلاقي عندي برضو بتتكلم about communication اللي هي برضو الاتصالات، ومعاها تشابتر 5 from تريجر ايلاند. Then in يونت 6 we are going to talk about something very interesting، حاجة ممتعة جدا اللي هي learning from literature. طبعا اي لغة لازم بيكون ليها الادب بتاعها، الادب اللي هي الستوريز البويتري كل انواع الادب دي، ده اللي بيخلي اصلا لللانجوج زي ما نقول كده تيست، او بيخليها كده تشيرفول للناس، اللي هي ازاي بتعلم خلال الايه الادب. يعني ايه الادب؟ يعني خلال قصه، خلال بويتري شعر، خلال اي حاجه من انواع الادب دي، كوميدي تراجيدي، كل الحاجات دي برضو بتعلم منها اللانجوج. فازاي نتعلم منها كمان مش بس اللانجوج، كمان ممكن نتعلم منها مورالز اللي هي الاخلاق والفاليوز. مع يونت 6 اللي هي learning from literature كمان عندي chapter 6 اللي هو الشابتر السادس من الستوري. الستوري طبعا هي extended معانا from term 1 to term 2، يعني انا مش بخلص الستوري كلها في term 1، انا باخد بس لحد chapter 6، بعد كده بينزل لي بوكس تاني، كتاب تاني للترم التاني، يعني الكتاب اللي قدامنا ده هو for term 1 only، والستوري اللي فيها مش بتنتهي، لا بلاقيها موجودة عندي مستمرة في الترم التاني، بخلصها by the end of term 2. يبقى هنا عندي مع chapter 6 ومع unit 6 كمان بينزل بعدها revision 2 اللي هي طبعا مراجعة على الموديول التاني اللي هو communication والchapter number 4, 5 and 6. بعد كده اخر حاجة بيجي لي حاجة اسمها language review. language review دي بيراجع لي كده enhance كده لقطات سريعة عن كل اللانجوج اللي قابلتني وكل الفوكابيولري وكل الستركتشر اللي قابلني في
ترم 1 كله بيجيب لي كده هنتس كده زي مراجعات كده بسيطة او تلخيص لكل اللانجوج اللي احنا خدناها في ترم 1. بعد كده بلاقي عندي حاجة اسمها سكوب اند سيكونس. سكوب اند سيكونس اللي هي زي جايب لي كده ايه خريطة كده للمنهج، اوفر فيو شامل للمنهج، ايه اللي هيكون عندي في المنهج من الكوميونيكيشن، من الجرامر، من اللانجوج فانكشنز، من الاكسبريشنز، من يعني زي خريطة شاملة للمنهج كله. مجرد ان انا ببص فيها خلاص بيبقى عندي فكرة انا في اليونت دي اصلا هدرس ايه، او في اليونت دي مطلوب مني اعرف ايه، او ايه الاكسبريشنز او ايه الجرامر اللي انا هدرسها ان ذس يونت. فلو بصينا كده مثلا هلاقيه مقسم لي هنا السكوب اند سيكونس سكيلز مهارات، وبعد كده عندي لانجوج اللي هي لانجوج دي بنقصد بيها ستراكشر او جرامر، عشان بس هي كلمه جرامر بتخض شويه وكلمه ستراكشر فهو مستخدم لنا كلمه ايه لانجوج. اوكي بعد كده عندي ايه بقى اللايف سكيلز المهارات الحياتيه والفاليوز اند ايشوز، الفاليوز اللي هي القيم والمبادئ، والايشوز اللي هي الموضوعات او الاهتمامات. كل ده هلاقيه بكل ام بريف باختصار خالص موجود في سكوب اند سيكونس. طيب لو بصينا كده على يونت 1 في سكوب اند سيكونس هلاقي فيها عندي طبعا التايتل بتاعها جيتنج اواي وهي بيج 6، بلاقي عندي هنا في السكيلز بتاعتها في الريدنج عندي ايه السكيلز اللي انا باخدها من اليونت دي. بلاقي عندي في الريدنج a magazine article about ecotourism and blogs، في عندي هنا magazine article مقالة من مجلة وبتتكلم عن الاكوتوريزم اللي هو نوع معين من السياحة اللي هي السياحة البيئية وهنعرفها in detail بالتفصيل. اند بلوجز كلنا عارفين البلوج بوست اللي هي المدونات الموجودة على النت، فدي برضو هتوسع شوية مداركنا ونشوف ناس وهي بتتكلم about their daily life about their experience، دي اللي بنسميها ايه البلوجز. كلنا عارفين انه دي terms موجودة خلاص في حياتنا اليومية، في عندي بلوج وفي عندي بلوجرز وفي عندي followers، كل الكلام ده احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية فكان لازم يتطبق في منهجنا حاجة related to your daily life. فهنا هلاقي في عندي ماجازين ارتكل ادي نوع من اللانجوج، وفي عندي كمان بلوج بوستس اللي هي البوستس اللي هي من المدونين. بعد كده الرايتنج ايه، طيب الرايتنج اللي انا هتعلمه هنا فهتعلم رايتنج ا باراجراف، ازاي اكتب باراجراف. الله يمسح احنا خدنا قبل كده الباراجراف، يس ما ده اللي انا بقول عليه انه المنهج في السكندري ستيج مفيش حاجه منه هتلاقيها انت بتدرس حاجه جديده، لا بتدرس كل القديم لكن بتدرسه in a wider scope بشكل اوسع شويه او in a different vision بشكل ايه وجهه نظر مختلفه. خلاص يبقى احنا بنكبر شويه مع المنهج، لكن don't be afraid خالص، don't worry ما نقلقش خالص، احنا واحده واحده وهنفتكر مع بعض اللي احنا خدناه قبل كده مع some slight additions مع اضافات ايه تانية جديده. The point is هي بس الفكره انه من الاول انه don't worry you forgot everything، لو انت ناسي مثلا او حاسس انك ناسي don't worry خالص ما تقلقش، لكن the point هي انه احنا ما نفضلش بقى كده بالشعور ده او بالستيت دي، لا نعمل ايه نذاكر بقى كده اول باول على طول مع طبعا سر التفوق ومع بعض كده في السكول كمان ومع our friends والكلام ده كله، يبقى واحدة 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 انا متابع في المنهج يبقى مش هلاقي حاجة خالص different عليا مختلفة ولا حاجة difficult ولا حاجة كده ambiguous غامضة بالنسبة لي. So هنا يبقى انا بقى زي ما قلنا عندي في الريدنج في عندي ماجازين article وفي عندي blogs، كمان في الرايتنج هكتب writing a paragraph او how to write a paragraph، في listening and speaking في طبعا كل دي اللي هي الفور سكيلز الاربع مهارات لاي لغه، اي لغه لازم يكون فيها فور سكيلز سواء كانت انجلش جيرمان عربيك لازم يكون فيها reading writing listening and speaking. فهنا في listening and speaking هلاقي فيه تينيجر اللي هو الشخص اللي عنده قبل 20 سنة اللي هم اللي بنسميهم المراهقين تينيجر. talking about traveling describe an event، بلاقي عندي في ناس بتتكلم عن talking about traveling عن السفر عموما و describe an event وازاي انا اوصف event حصل قدامي، مش هقول لك اوصف على طول لا هقول لك اسمع الناس بتوصف ازاي
واللانجوج بستخدمها ازاي تو ديسكرايب ايفنتس. بعد كده انت لما يحصل اكوزيشن خلاص انت عرفت كل الكلام ده وعرفت وشفت مودلز قدامك، تقدر انت بقى تو اكسبريس يور سيلف اند تو ديسكرايب ايفنتس، وممكن كمان تو ديسكرايب ات مور بيوتيفول ذان ذس وان، كمان ممكن توصف بطريقه اجمل واجمل من الموجوده في الكتاب. بس ذا بوينت از ان انا بعمل اكوزيشن الاول، بعد كده ببدا اعمل ابلكيشن اند انوفيشن وكرييشن وكل حاجه اللي هي الابداع. مفيش ابداع بيجي وناس ما عندهاش خلفيه او ما عندهاش معلومات قبل كده، لا لازم يكون عندي معلومات قبل كده بحيث اقدر بعد كده انا اميز، اختار الراي اللي يعجبني، اختار الراي اللي انا مقتنع بيه، اكون ليا انا بوينت اوف فيو ده المطلوب، اكون انا ليا بوينت اوف فيو مختلفه في اي موضوع. بس الفكره الاول لازم اقرا ريدنج كويس، اسمع الليسننج، ابدا تو سبيك، كل الكلام ده احققه الاول، بعد كده لوحدي هلاقي عندي في اتيتيودز في الحياه، هلاقي عندي ليا مواقف وليا اراء، والمواضيع كلها بالنسبه لي سواء في الانجليش او في اي ماده it's very easy and accessible. طيب كمان عندي بقى في الجزء الثاني من اليونت اللي هي اللانجوج. اللانجوج زي ما قلنا اما اسمع كلمه لانجوج نقصد بيها الجرامر، نقصد بيها الاستراكشر. فهنا عندي very easy خالص، لانجوج او استراكشر او جرامر هو past simple and past continuous اللي هو الماضي البسيط والماضي المستمر، برضو اخدناها كده لكن ممكن نضيف عليها بس كده some notes، و برضه هتبقى بالنسبة لي it's very easy. اخر جزء في اليونت او اخر حاجة مقسماها اليونت اللي هي life skills. ايه life skills اللي انا هتعلمها وايه values وايه issues الموجودة في unit 1. فلو بصيت كده هلاقي في life skills هلاقي في collaboration, working together to sustain and improve our environments. كلمة collaboration يمكن هي شوية جديدة عليكم، احنا متعودين دايما على كلمة cooperation. cooperation شوف كده مع بعض على الديتا، عارفين احنا طول عمرنا cooperate بمعنى ايه؟ طبعا بيكون في ايه في الاخر في الverb بمعنى يتعاون، والnoun بتاعها بيكون cooperation اللي هو ايه؟ التعاون. طيب ايه بقى الكلمة الجديدة دي collaboration؟ collaboration دي برضو التعاون. طيب what is the difference؟ ايه الفرق؟ لا الفرق انه collaboration هو تعاون لكن more wider. انا دايما امتى بعمل cooperation؟ مع حد انا I understand him, I like him، في relationship بيننا وبين بعض قبل كده، في nice situations و nice experiences مع بعض، في خبرات قبل كده إيجابية مع بعض، وفي مودة وفي معرفة قبل كده، فعادي إن أنا يكون بيني وبيني cooperation أو بيني وبينها cooperation تعاون. لكن ال cooperation بقى ودي skill جديدة أو life skill جديدة لازم تتعلمها اللي هو to cooperate with strangers with people that may have different points of view. يعني مع ناس لازم تتعاون، مع ناس ممكن تكون غريبة عليك، ممكن يكون ليهم وجهة نظر مختلفة عنك في الحياة، ممكن تكون ليهم attitudes اصلا مواقف واتجاهات مختلفة خالص عنك في الحياة. فدي كلمة collaboration. يبقى collaboration اوسع من cooperation. يبقى cooperation دي بتعاون مع شخص انا مرتاح معاه و it's okay ونفس الاراء ونفس المواقف okay. لكن انت بقى لان انت شوية قريب من الworking market اللي هو سوق العمل خلاص، وهتتعود انك تتعامل مع ناس مختلفة وخبرات مختلفة، فلازم يكون عندك برضو life skills مختلفة. يبقى لازم تتعود على collaboration. collaboration اللي هو زي ما بنقول كده التعاون، حتى مع ناس انا معرفهمش، مع ناس ليهم اتجاهات مختلفة، يبقى انا شوية بعمل ايه بقى؟ بعمل wide in my scope، بوسع الايه النطاق بتاعي في المعاملة وفي الفكر وفي التسامح والحاجات دي كلها. يبقى عندي cooperation التعاون و collaboration تعاون برضو بس بمعنى مختلف واوسع. يبقى هنا لما انا بعرف من خلال اليونت دي ان عندي في life skills، فانا ببقى aware وانا بقرأ اليونتس بتاعتي فين بقى الكولابريشن الموجودة في اليونت او ازاي بقى انا اطبقها in my life. يبقى اول حاجة في life skills عندي collaboration، عندي working together and sustain and improve our environment. وطبعا لان احنا زي ما بنقول انه اليونت بتاعتنا بتتكلم عن نوع مخصوص من السياحة اللي هو ecotourism، السياحة البيئية، والبيئة يعني متعلقة بالenvironment بتاعتنا. يبقى ازاي اشتغل مع الناس او اتعاون مع الناس
بشكل positively إيجابي أوكي إنه to improve and sustain our environment عشان نحافظ على البيئة. كلمة sustain يمكن بنسمعها كتير أوي اليومين دول يعني أو nowadays sustain. sustain شوية هو expression بمعنى continuous، كلنا عارفين continuous. continuous اللي هو إيه؟ مستمر. اوكي okay. او continue يستمر، يبقى كلمة sustain عندي بمعنى يستمر او continue، والصفة منها sustainable بمعنى مستمر. ولو تشوفوا على طول كل الكلام بتاعنا عن ال education احنا بنعمل فيه دايما للطلبة حاجة اسمها sustainable development، او في كل حتى مجالات الحياة مش بس في ال education بعمل حاجة اسمها sustainable development اللي هو التنمية المستدامة المستمرة يعني. اوكي يبقى في عندي، لانه انت عندك السنة دي من الاسئلة الجديدة عليك اللي هي الترانسليشن الترجمة، وما بنصحكش انك تحاول تترجم دلوقتي خالص، لا زي ما قلنا في الاول خلينا نفتكر مع بعض الجرامر، خلينا نفتكر مع بعض الفوكابلوري، خلينا ناخد فوكابلوري جديدة اقدر استخدمها في الترانسليشن، ومع نهاية كل يونت ان شاء الله هنتدرب مع بعض how to translate. يبقى هنا لما تقابلني في الترانسليشن sustainable development اللي هي التنمية المستدامة. يعني ايه مستدامة؟ يعني مستمرة، يعني continuous development او sustainable development. يبقى هنا بتعلم من اللايف سكيلز الكولابوريشن و how to keep our environment طبعا clean and safe. كمان من الفاليوز اللي موجودة في يونت 1 اللي هي workmanship and cooperation، اللي هي ازاي انا اتعلم حرفة معينة وازاي برضو اعمل cooperation تعاون. working يعني ايه cooperation؟ working with others to sustain our environment. تاني التعاون بيننا وبين بعضنا to sustain our environment عشان احافظ على البيئة. يبقى الكوبريشن ده مهم جدا كلايف سكيل ليا انا، وهيعود نفعه عليا انا شخصيا في الوركينج طبعا ماركت في سوق العمل، وبعد كده هيعود على المكان اللي انا فيه اند ذا هول انفايرمنت وعلى البيئه كلها. يبقى في حاجه اسمها تو وايدن يور سكوب اوف ريليشنشيبس اند ثينكينج، بوسع نطاق فكري وبوسع نطاق معاملاتي. دي من الفاليوز من القيم اللي موجوده عندي. من الايشوز او القضايا، الايشوز يقصد بيها القضايا او الموضوعات، وقضيه مهمه جدا كلنا مهتمين بيها اللي هي environment responsibility، لازم كلنا يكون عندنا مسؤوليه تجاه البيئه بتاعتنا. and community participation وطبعا المشاركه المجتمعيه، كلنا عارفين انه دلوقتي الموضوع ما بقاش موضوع ان كل حاجه هقول the government، لا احنا كمان ك individuals وك organizations والكلام ده كله لازم يكون عندنا community participation، لازم يكون عندنا مشاركه مجتمعيه في كل حاجه in all kinds او in all fields في جميع المجالات. كمان في عندي من الاشيوز اللي هي القضايا المهمه جدا برضو conservation اللي هي المحافظه على البيئه او المحافظه بشكل عام in the global community. كمان وسع لك اهو اكتر، مش بس الناشونال كوميونتي، لا ده كمان جلوبال كوميونتي اللي هو الايه المجتمع الكوني كله، لان احنا في كون واحد وفي بلانيت واحد في كوكب واحد، فكل ده احنا مهتمين بيه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي الموضوع او the world it became زي ما نقول كده a small village، بقى قرية صغيرة. اي حاجة بتحصل في اي مكان in the world affects all the whole world، بتأثر على كل العالم. وطبعا the most obvious example اللي هو كورونا فيروس، يعني اكتر مثال حاصل قدامنا دلوقتي وشايفينه، واثبت ان الموضوع كله بقى اي حاجه ما بقاش حاجه اسمها related to certain country، لا ده هي مثلا متعلقه بدوله معينه، لا ما بقاش كده حاجه، كل الايشوز دلوقتي بقت global يعني ايه كونيه، لان خلاص means of communication and traveling خلاص الموضوع بقى في ثواني ممكن يسافر الفيروس من مكان لمكان، في ثواني ممكن المعلومة تحصل، في ثواني ممكن الايكونوميكال مثلا developments والحاجات دي التأثيرات الاقتصادية تلاقيها بتأثر على كل العالم. so انت لازم يكون عندك بقى skills جديدة، ولازم يكون عندك skills جديدة او اهتمامات جديدة اللي هي طبعا زي ما بنقول كده global participation او اللي هي conservation in the global community المجتمع الايه الكون. كمان عندي حاجه اسمها اللي قلنا عليها دلوقتي اللي هي sustainable development اللي هي التنميه المستدامه. ما
مفيش حاجة اسمها احنا خلاص عملنا مشروع واتس اوكي وخلاص اتس اوفر. نو، على طول زي ما احنا شايفين التكنولوجي والدنيا كلها في بروجريس ان بروجريس، على طول في تطور وفي ان تشينج، على طول في تغيير. فلازم برضو انا اقابلها بحاجة اسمها سستينبل ديفلوبمنت. سستينبل ديفلوبمنت اللي هي التنمية المستدامة. يبقى زي ما احنا شايفين كل يونت بتديني طبعا سكيلز، سواء في اللغة اللي هي reading, listening, writing and speaking، بتديني language اللي هي الجرامر والستركتشر، بتديني كمان life skills، مهارات حياتية وissues، قضايا معاصرة وقضايا global كونية، وكمان بتديني values اللي هي القيم اللي أقدر إن أنا أنميها في نفسي وتكون موجودة عندي بشكل positive إيجابي. يبقى دي كده اوفر فيو سريعه على يونت 1. لو انت بصيت بقى على كل يونت هتلاقيها نفس الكلام موجود فيها برضو، اللانجوج اوكي او اللانجوج سكيلز اللي هي المهارات بتاعت اللغه، وفي عندي لانجوج كمان اللي هي الجرامر. زي ما يعني لو قلنا مثلا على يونت 2 هلاقي عندي فيه بريزنت سامبل وباست سامبل وبريزنت سامبل باسيف، كل دي حاجات احنا خدناها قبل كده، مضارع بسيط ماضي بسيط والفرق بينهم وازاي بستخدمهم، وكمان ازاي احول مثلا بريزنت سامبل للباسيف، كل دي برضو ما خدناها وهنضيف عليها بس ايه سام ليتل او سلايد ديفرنسز. بعد كده في عندي لايف سكيلز وفي عندي فاليوز وايشوز، كل دي موجوده. حتى لو انا مع نفسي كده قبل كل يونت قريت كده السكوب بتاعها، السكوب اند سيكونس بتاعها، يبقى قبل ما اقرا اليونت انا عندي باك جراوند، انا هستفيد ايه اصلا من اليونت دي، او ايه المطلوب مني اعرفه في اليونت دي، او ايه المطلوب مني اكتبه ان ذيس يونت. اوكي، يبقى انا كده حد كده اوير وبذاكر بشكل مختلف من اول السنه. زي ما احنا شايفين كل يونت انكلودد فيها تشابتر من تريجر ايلاند، وتريجر ايلاند من الستوريز اللي هي فيها شويه ادفنشر، وطبعا اتس فيري انترستينج. برضو عندي يونت 3 نفس الكلام امبروفينج لايفز، هلاقي فيها في الجرامر بتاعها present perfect and past simple. كلنا اخذنا قبل كده present perfect اللي هو المضارع التام والpast simple، وهنعرف ايه الفرق بينهم وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده. في عندي كمان life skills وعندي values وissues، كل دي حاجات مفيدة جدا ان انا اعرفها قبل كل unit. unit 4 نفس الكلام making new friends اللي هي تكوين صداقات جديدة، بلاقي عندي درس بسيط خالص في الجرامر او في اللانجوج اللي هو الارتكلز اللي هي الادوات اللي منها countable and uncountable nouns، الادوات المعدودة وغير طبعا الادوات اللي هي او ان وذا، وبعد كده في عندي اللي هي الكاونتبل اند انكاونتبل ناونز اللي هي الاسماء المعدوده وغير المعدوده. كل ده بناخده فروم كي جي 1، بنعمل ريسايكلينج ليه مع سلايت اديشنز مع اضافات بسيط. وبرده عندي لايف سكيلز وفاليوز وايشوز وتشابتر 4 انكلودد برده فيها. بعد كده يونت 5 اللي هي كوميونيكيشن، بلاقي عندي بيقابلني الفيوتشر فورمز بقى، الكذا فورم انا بستخدمها عشان اعبر عن الفيوتشر، وهنقولها ان ديتيل بالظبط، وهناخد عليها طبعا اكزامبلز وابلكيشنز كتير. برضو عندي الفاليوز، وطبعا هنا من اهم اللايف سكيلز اللي هنتعلمها اللي هي كريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير النقدي. تريجر ايلاند برضو تشابتر 5 انكلودد. اخر حاجه ليرنينج ليتريتشر اللي هي يونت 6، وبناخد فيها الفيربس اللي هي احيانا كان بي فولود باي انفينيتيف، وسم فيربس اذر اللي هي كان بي فولود باي فيرب بلس اي ان جي، ودي هنفصل فيها ونعرف ايه الافعال اللي بيجي بعدها تو والمصدر، وايه الافعال اللي بيجي بعدها جيرند اللي هي فيرب بلس اي ان جي، وايه الافعال اللي كان بي فولود باي بوث، وايه الافعال اللي ممكن تتبع بالاثنين، يعني ممكن يجي بعدها 2 plus infinitive ويمكن يجي بعدها verb plus ing، وهل في difference في meaning لو احنا استخدمناها ولا ايه. فطبعا زي ما احنا شايفين grammar ما فيش حاجة فيه جديدة خالص، كله من الحاجات اللي اخدناها قبل كده مع slight additions مع اضافات. وكل unit زي ما احنا شايفين فيها life skills، فيها values، فيها issues، يبقى كل دي بيوسع لي مداركي في information بتاعتي والknowledge في المعلومات بتاعتي اللي بيها اقدر اعمل background، اقدر اعمل بيها او بيس لنفسي كده قاعده لنفسي من المعلومات اللي بناء عليها بقى اقدر افكر in a different way اللي هي بنسميها critical thinking او التفكير النقدي او الانوفيتيف الابداعي. نشوف كده مع بعض اول يونت في الشكل كده برضو في الكتاب بتاعنا، بلاقي عندي موجوده طبعا، هو طبعا كتابنا الجديد بيتميز بالستريتنج بيكتشرز، بيكون فيها صور توضيحيه ظريفه وهو colorful زي ما احنا شايفين.
ليسن 1 هنا في يونت 1 بيكون عبارة دايما، هنا عندي بيجي لي في الأول كده بوكس بسميه اوبجكتيف بوكس، اللي هو مربع الايه الأهداف بتاع كل يونت. كل اليونت هنا موجودة برضو الأهداف بتاعتها، برضو reading articles about article about ecotourism، هنلاقي مقالة عن الإيكوتوريزم وهنقراها مع بعض بالتفصيل إن شاء الله. وبعد كده writing a paragraph و listening to a story about traveling and what happened when something wrong when something went wrong، برضو قصة عن ال traveling. speaking هتعلم ازاي to describe an event. language language اللي عندي بيكون ال past simple وال past continuous زي ما قلنا. وال life skills اللي هي ال collaboration التعاون مع الناس كلها، او زي ما بنقول كده ايه التكاتف مع الناس كلها، سواء اعرفها ما اعرفهاش، they agree with me in my point of view or they disagree it's okay. بعد كده before you start بيكون عندي في some questions، بيحصل discussion قبل ما بدخل في ال reading بتاعنا، وموجود عليها questions. بعد كده بلاقي اي حاجة عندي، اي reading عندي بيكون في illustrating pictures زي ما احنا شايفين، في صور توضيحية موجودة عندي بتساعدني. وبيكون الريدنج زي ما احنا شايفين كده متقسم لباراجرافس، اوكي، وبيتقري مع المستر او المس. وطبعا عادة بيكون القراية الافضل طبعا في الكلاس بنعمل له سايلنت ريدنج، قراءة صامتة، لانه لو انت جيت كده قريت اي مقالة في نيوز بيبر او على النت، هل انت بتقعد تقرا بصوت عالي؟ نو. الاصل في الريدنج هو سايلنت ريدنج، سايلنت ريدنج، فتاخد وقتك وتقراه كده سايلنتلي. والافضل طبعا قبل ما اروح السكول اكون انا قاري الريدنج دي وعندي سم ليتل كده انفورميشن، بحيث لما يجي المستر او المس تشرح لنا بلاقي الموضوع فيري كلير بالنسبه لي، ولو في اي نقطه انا مش فاهمها ببقى محضر نفسي واسال فيها، فالموضوع بيثبت معايا ان شاء الله. بعد كده بلاقي عندي دايما برضو تبع ليسن 1 اهو، بيكون عندي في بقى application او questions on the comprehension، reading comprehension دي انت قريت وفهمت المفروض، فبيكون عندي بقى في على طول بعديها بيكون questions، فالquestions دي بتثبت لي برضو الايه information بتاعتنا. فبلاقي عندي questions وبرضو معانا illustrating pictures، برضو صور illustrating توضيحية. different kinds of questions بقى، يعني ممكن يقول لي read the text and answer the questions، ممكن يقول لي مثلا عندي vocabulary كانت موجودة في الريدنج وابدأ اعمل لها ايه كده filling، وهنا بيقول لي find these words in the text، شوفها موجودة فين في التكست، وكمان then complete the sentences you can use a dictionary، لو انت بقى in case you can't understand the meaning of a word you can look it up in the dictionary اللي هو نقدر نكشف عنها في القاموس. فدي بتبقى برضو ظريفة جدا، لان انت لما بتاخد الكلمة في context في سياق ما بتتنسيش، غير لما اقعد انا اقول ecotourism طول الوقت ممكن انساها، لكن لما اخدها في سياق واقدر استخدمها في جملة واكمل بيها جملة وافهم بيها meaning كامل، ففي الحالة دي انا مش بنسى الكلمة. بعد كده برضو من الاكسرسايزز بيكون في speaking، خلاص احنا عرفنا قرينا الريدنج وحلينا اسئله عليها، خلاص بعمل بقى ببدا اعمل discussions بقى، سواء in pairs او in groups في مجموعات، او في in pairs مع my friend بيطرح لي مثلا اسئله وابدا اعمل ليها discussion. بعد كده في الرايتنج بقى خلاص انت you listen مثلا، انت سمعت و you read و you apply و you discussed، خلاص بتيجي اخر skill وافضل طبعا skill بقى بعبر عنها اللي هي في الايه في الرايتنج. مش افضل سكيل ان جنرال، لا هي انتوا بتلاقوها احسن حاجه او اسهل حاجه بالنسبه لكم، لكن دي هي لاست برودكت، هو بيبقى اكشوالي هو اخر منتج انا المفروض اطلعه اللي هو الايه الرايتنج، لانه بيكون عباره عن الريزلت اوف ذا ريدنج لسننج اند سبيكينج، هو نتيجه كل المهارات اللي فاتت، لكن مش صح ان انا ابدا على طول بالرايتنج. فهنا بيقول لي ريد ذا ارتكل اجين، وهنكتب رايت وان باراجراف ان يور نوت بوك، هتكتب بناء عليها paragraph in your notebook، ويطلب منك مثلا تفاصيل عن حاجة معينة. وزي ما احنا شايفين مكان الworkbook هو بيكتب لي البيج بتاعته، وبنزل طبعا بلاقي الworkbook في الجزء الثاني من الايه من الـ من البي دي اف طبعا في الاخر خالص، يبقى كل زي ما احنا شايفين بلاقي في نوع، لو هنا في notebook هستخدمه workbook فبلاقيها مكتوبة هنا، هنا ما فيش فبلاقي في البوينت دي في application في الworkbook، فبروح في البيج اللي هو قال لي عليها هنا مثلا page 6 وابدأ اعمل application عليها. بعد كده listen to بقى بيجيب لي
برضو في illustrating اهو ده الرانك تم في illustrating pictures وبيقول لي بقى before you start look at the photos what do you know about the orangutans بيبدأ يفتح لك مواضيع طب ايه الصورة دي what can you see what do you know about the picture what do you expect to know كل الحاجات دي بتعمل ايه like warming up كده زي lead in زي مدخل كده للlistening قبل ما نسمع هنا عادة بيكون في عندي listening دايما في lesson 2 بيكون في عندي listening تقريبا كل اليونتس ماشية بنفس الايه الarrangements بنفس الترتيب فهنا جايب لي vocabulary وبيقول لي guess the meaning خمن معنى الكلمات دي اوكي ده عادة بيكون بعد listening اسمع مرة واتنين من المستر او من السي دي او حتى لو انا دخلت على الانترنت وعلى اليوتيوب وكتبت او على طبعا بنك المعرفه كله دلوقتي بقى افيلبل كل الحاجات دي موجوده لو انا بس كتبت كده يونت 1 لسن 2 مثلا منهج الصف الاول الثانوي فلاقي عندي او جيتنج اواي اللي هي عنوان اليونت هلاقي عندي الليسننج بتاع الايه بتاع اليونت دي يبقى بسمع كويس قوي listen carefully لانه زي ما بنقول كده the person who can't listen can't speak اي حد لا قدر الله عنده مشكله في speaking بلاقي عنده مشكله في الايه في listening يبقى number one listen 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 and listen اوكي لازم اسمع كويس قوي كذا مره قبل ما ابدا ايه انطق فهنا listening بتاعي بسمع كويس قوي التوبيك بتاعتي والموضوع اللي عندي وبعد كده ببدا عندي بقى different kinds of questions listening and take through listen again and ونبدا اسئله برضو تانيه عليها true or false في عندي هنا برضو vocabulary ف برضو بطبق الفوكابولري استخدامها بعد كده discuss this question يجي بقى speaking بعد الايه بعد listening بعد كده في lesson 2 برضو بلاقي عندي بيجيب لي بقى language وزي ما اتفقنا نشوف كلمة language اللي هي structure اللي هي grammar وببدأ ايه اقرأ عندي ادي structure هنا structure books بلاقي illustrated بشرح اليسجي بتاعها ايه والexamples عليها ايه ونوتس معينة ببدأ اقرأ كل ايه الجرامر ده واكوايرت كويس قوي وبعد كده بلاقي عندي فيه هنا application to the correct answer بناء على الاكسبلينيشن دي على الشرح بتاعي برضو ده application تاني نوع تاني من الابلكيشن على الجرامر complete the text with the past sample or the past continuous طبق بقى استخدم في الكونتكست ده past continuous ولا past sample هنا ده بالمناسبة ده نوع جديد من الأسئلة موجود عندنا till now يعني من السنة اللي فاتت اختبروا في حاجة زي كده اللي هو بسميه ايه بسميه fill in the gaps in the following passage يعني او complete the gaps in the following passage بيجي لي passage معينة وبيكون فيها gaps عادة احنا متعودين من السنة اللي فاتت ان بيجي لهم four gaps بيكون في عندي اربع فراغات وبيكون مطلوب منك تقرأ كويس قوي sentences ونكمل الايه الفراغات دي ممكن بكمل الفراغات دي بحاجه بسيطه خالص بارتكل مثلا باداه ا او ان او ذا ممكن يكون عندي مثلا فيرب كامل وانا لازم احطه ناون كامل ممكن يكون عندي مثلا كلمه زي كلمه اند زي كلمه ذن المهم ان هي بتكون موجوده عندي من الايه من الستراكشر او من الفوكابولري او من الايديومز هناخد حاجه اسمها ايديومز او كولوكيشنز اللي هي تجميعه مثلا من الكلمات على بعضها وبتدي ايه معنى زي مثلا لما نقول loads I have loads of things I have loads of things to do دي collocation على بعضها loads of things okay فبلاقي عندي دي تركيبة ممكن يشيل لي أي كلمة من الثلاثة دول وأنا أكمل الناقصة يبقى في عندي زي ما قلنا الباسج والباسج بيكون من كلمة لكلمتين أقدر أكمل بيها الفراغ والموضوع برضو بيبقى سهل جدا إزاي بيكون من الجرامر اللي احنا هنشوفه بيكون من الفوكابولري المقررة عليك بيكون من الايديومز او الكولوكيشنز التركيبات اللي احنا متعودين عليها زي مثلا ما اقول ميك شور طيب انا لو قلت لو شلت شور او لو خليت شور وشلت ميك فانا هبقى عارفة ان الكلمة اللي ناقصة هنا ميك قبل كلمة شور وهكذا مفيش حاجة بتيجي فجأة ولا انت هتلاقي السؤال فجأة لا احنا زي ما قلنا we will get more and more information هناخد كل الانفورميشن اللي to enable you to find it very easy and very accessible كل المعلومات اللي هتخليها اللي هتخليك او تخليكي واثقه من نفسك وانت بتجاوبي وعندك معلومات ان شاء الله هناخدها around the year على مدار السنه يبقى هنا هو بيطبق لي اهو من اول يونت باستخدام الباسج اوكي بس بيطبق شويه related to the a the lesson حاجه متعلقه بالايه بالدرس بتاعك على طول
يبقى هنا جايب لي فيه باسج وبكملها باستخدام طبعا الباست سامبل وباست كونتينوس لانه ريليتد تو ذا ليسن. بس كده التطبيق على الباست؟ لا، في عندي كمان ابلكيشن في الورك بوك بيج 7، فبروح على طول للورك بوك وابدا اطبق برضو فيه. لسن 3 بلاقي بقى المين اوبجكتيف هنا، الهدف الرئيسي بتاعي هنا في لسن 3 بيكون الريدنج. فهنا before you start هنا جايب لي قبل ما ابدا جايب لي بكتشر وبعمل لها discussion مع my friends او my teacher وبجاوب عليها اسئله بتخليني اقدر to expect او to guess what are we going to talk about، هنتكلم عن ايه في الريدنج. ريدنج هنا ريدنج مختلف خالص وابديتد، حديث كلنا عارفينه اللي هو بلوج بوستس. في هنا بلوج بوست او في هنا سام بلوجرز وكاتبين لنا عن their events او their experience، بيوصف لنا خبراتهم. وزي ما احنا شايفين الشيب ده احنا متعودين عليه من البلوجرز. وممكن زي ما قلنا البلوجرز بيتكلموا مثلا بيكون ليهم oral posts او بتكون written posts زي كده. فهنا كل واحد حاطط البيكتشر بتاعته في البوست وبيعمل بلوجز عليها. read the following two blogs how does each person feel، ازاي كل شخص او ايه اللي بيشعر بيه كل شخص. بنقرا طبعا in detail وبنعرف، وان شاء الله هنشوفها مع بعض لما نبدا unit 1. after reading لازم يكون في comprehension questions، اسئله على الريدنج مباشره. اوكي، وممكن طبعا دي اللي احنا شويه فيها ايه، بناخد جزء منها بيكون مباشر وجزء منها بيكون طبعا critical thinking. وبعد كده السكيل اللي بعد كده اللي هي السبيكنج، انت بقى in pairs او in groups بتبدا تناقش to discuss something related to the topic، حاجه ليها علاقه بالtopic اللي اتكلمنا عنها في البوستس او في الريدنج اللي قبلها. هنا بقى بيجيب لي حاجه ظريفه جدا، حاجه اسمها remember books. remember books دي بتلفت نظري لبعض الكلمات او بعض الاكسبريشنز اللي ممكن تكون موجوده في الريدنج، او some skills بعض المهارات اللي مش واضحه قوي بشكل مباشر في الريدنج، فهو بيوضحها لي اكتر في remember books. فهنا remember books دي هنا جايب لي بيقول لي خلي بالك ان البلوجز دي often use idioms، في البلوجز في المدونات دي احيانا بيستخدموا كده اكسبريشنز على بعضها، idioms امثال على بعضها كده او كلمات جنب بعض بتدي معنى، ممكن لو انا ترجمت كل كلمه لوحدها ما يديش نفس المعنى، لكن على بعضها لما مثلا بقول ايه I'm over the moon I met my مثلا old teacher او my مثلا grandpa، انا قابلت مدرسه ليا من زمان ما شفتهاش، so I'm over the moon. so لو انا جيت ترجمت over I am over the moon يعني انا فوق القمر، طبعا ده الكلام ده مش يعني meaningless ملوش معنى، لكن لما انا بقى دارس وعارف ان I'm over the moon معناها I'm very happy، يبقى انا لما اجي اترجمها اقول وقد كنت سعيدا جدا. يبقى في الحالة دي انا مهم جدا ان انا اكون دارس ده او شفته قبل كده، ومهم جدا ان انا introduce it I'm over the moon مثلا، يبقى على طول انا بستخدمها بدل ما اقول الكلام اللي انا كنت متعود عليه قبل كده، على طول بقول I'm happy I'm very happy I'm excited. لا، I'm over the moon يعني I means I'm very very happy، وبشكل جديد وبشكل اكبر خلاص بقينا in first year secondary. so here هنا جايب لي برضو بيقول لي ان البلوجز بيستخدموا idioms معينة، فخلي بالك منها وانت بتقرأ. فهنا ما يقول لي I'm over the moon معنى very excited or happy يعني مستمتع جدا او حصلت لي يعني كده ايه happiness. برضو لما اقول I'm stuck I'm stuck معناها ايه، لو انا جيت ترجمتها المعنى المباشر ليها I'm stuck، عارفين انتوا stick stickers الحاجات دي اللي هي ايه بمعنى يلزق، لما اقول I'm stuck يعني انا لازق، لا I'm stuck بمعنى انا I can't move يعني انا عالق مثلا، بتتقال بالذات على الترافيك جام لما بيكون في زحمة مرورية، فبقول I'm stuck in the traffic jam يعني أنا إيه علقت في الترافيك جام. برضو نفس الحكاية ما ينفعش أترجمها ترجمة حرفية، لكن باخدها كـ an idiom كمصطلح على بعضه، ببقى عارف معنيه I'm stuck بمعنى أنا علقت في الإيه في something يعني زحمة أو كده. برضو بدل ما أقول I have many many things to do، بدل ما أقول عندي حاجات كتيرة لازم أعملها، فبرضو بستخدم idiom loads of things loads of things to do يعني معناها a lot of things. يبقى هنا زي ما احنا عارفين احنا كلنا عارفين كلمة a lot of things حاجات كتيرة جدا، الجديد بقى بستخدم لها idiom تاني وببقى عارف
وبترجمه لو جات لي في الترجمة، بكمل بيه لو جات لي في الـ filling the gaps، وبستخدمه برضو في الرايتنج بتاعي وفي السبيكينج في الكلام العادي بتاعي. يبقى على طول بعد كده لما باخد الإديوم ده ببدأ أطبقه على طول في كلامي، بدل ما أقول lots of things بقول lots of things، بدل ما أقول مثلا the street is very busy أو كده، أو the traffic is very busy، لا أقول I'm stuck in the traffic، هتبقى مفهومة إنه في traffic jam والكلام ده كله. So بعد كده عندي في lesson 4 الدرس الرابع، عندي زي ما احنا شايفين برضو أهو في illustrating pictures، صور برضو موضحة، وهنا بيقول لي before you start look at these popular destinations. دي popular destinations، اما اقول destination اللي هي وجهة او يعني مكان الناس كلها، ايه مقصد يعني الناس كلها بتروحه. فهنا بيقول لي بقى هنا where do you think they are، بنبدأ نعمل guessing وللpictures الناس دي فين وبتعمل ايه والكلام ده كله. برضو بلاقي عندي فيها vocabulary وممكن استخدم الديكشنري والريدنج والرايتنج تاني again بنأكد عليهم، وفي عندي كمان application in your workbook page 9 بروح على طول واطبق. اخر حاجة بقى lesson 5 اللي هو بيكون عبارة عن story، والستوري بتاعتنا اللي هي treasure island طبعا by Robert Louis Stevenson، كاتب كبير طبعا ومشهور Robert Louis Stevenson كتب لنا treasure island. وخلي بالنا انه القصص دي very old قديمة جدا، فلما الاقي فيها احداث ممكن تكون عاديه قوي دلوقتي، لا هي وقت كتابه الستوري دي لا ما كانتش عاديه وكان انوفيشن ابداع. هي الفكره في ايه في الستوري؟ الفكره في الستوري ان انا باخد الجرامر وباخد فوكابلري وباخد ايديومز وباخد انفورميشن، كل ده in a funny context في سياق ممتع، بدل ما اخده كده كجرامر وكذا بتيجي مع كذا ولما يجي كذا بستخدم كذا، نو no. انا بلاقي عندي انه لانجويج اهي انا استخدمتها في ستوري، استخدمتها في دايالوج بتوين بيبل هنا مثلا في الستوري، ازاي فلان رد على فلان، طب استخدم الماضي ازاي هنا، طب استخدم الايديوم ده ازاي، طب عبر عن تعبه ازاي، طب عبر عن هيز هابينس ازاي. فالستوري بتبقى حاجه something very interesting وفي نفس الوقت انا بتعلم منه vocabulary، بتعلم منه structure and so on. So here اهو زي ما احنا شايفين بلاقي برضو عندي في الستوري برضو بيكون عندي illustrating pictures، و before you read look at the picture بنحصل discussion للpicture وايه اللي احنا شايفينه، وبعد كده بيجيب لي التكست of the story النص بتاع الايه الستوري بتاعتنا. اوكي طبعا احنا طول عمرنا متعودين الستوري كانت تبقى كتاب منفصل، وكان بيبقى شويه ده something برضو لود على الطالب انه لا نسيت الستوري، لا مش عارفه ضاعت، لا الكلام، لا خلاص كله بقى all in one زي ما بنقول. All in one كله موجود في تكست واحد او بوك ست واحده، اللي هي عندي student book وعندي work book وعندي الستوري وكل حاجه موجوده in a single book. يبقى هنا لما بشوف ما الاقي اوكي الاقي التكست خلاص كده وصلنا to the end of our episode. ان شاء الله من اول الحلقه الجايه هنشوف in detail بقى unit 1. Till we meet, thank you so much and I wish you all success and happiness in your academic year. Thank you so much. Here is Miss Imanda's greeting you and goodbye.